كرفصوا عليا هملوها في ميري زغوز زعما تكرفصوا عليها بزاف. هي ما مشاتش حادثه السير فعلا مهرسه من الحوض مهرسه من يديها ومن رجليها، ولكن داك الاسكار اللي وقع لها داك اللحم اللي تفرقع لها في المؤخره ديالها سببها الاهمال الطبي في الانعاش. ملي هملوها تكرفصوها مزيان قالنا خرجوها من عندنا حنا ما نديرو ليها، هادشي سيروا عالجوه في الدار عاد جيبوها لنا نشوفوا لها العظم نشوفوا لها الهرسه، يعني اهمال كرفصوها زعما خماجت زعما بمعنى الكلمه. شويه عليها بشويه عليها داتي راه خصني ندير انا انا الام ديال نوبل سلمى اللي نعلي طاحت في الاهمال الطبي زعما راه ما نقولش لكم عليها. كرفصوا عليا هملوها في ميري زغوز زعما تكرفصوا عليها بزاف. هي ما مشاتش حادثه السير فعلا مهرسه من الحوض مهرسه من يديها ومن رجليها، ولكن داك الاسكار اللي وقع لها داك اللحم اللي تفرقع لها في المؤخره ديالها سببها الاهمال الطبي في الانعاش. ملي هملوها تكرفصوها مزيان قالنا خرجوها من عندنا حنا ما نديرو ليها، هادشي سيروا عالجوه في الدار عاد جيبوها لنا نشوفوا لها العظم نشوفوا لها الهرسه، يعني اهمال كرفصوها زعما خماجت زعما بمعنى الكلمه. ميري زغو ما تعاملوش معنا هملوها مزيان كرفصوها مزيان بمعنى الكلمه مزيان. هادشي اللي غادي نقول لكم، يعني دوك البرودويات ديال الانعاش وما عادش داكشي تخمجوها مزيان عاد لو حنا قلنا ديوها للدار ما عندنا حنا ما نديرو لها. يعني الحاله انا مازمه من جهتها بزاف وما كاينش الفلوس، وتعرفوا مع هاد الازمه ديال كورونا على العائله اللي كتعاون والجيران، وهادي عندي 120 درهم في النهار ديال الدواء ديالها ما بين فازلين وبوماده والفاصمه وهادي وهادي اللي كنجيبو يداويها. كيقول لك اودي انا ماشي التخصص ديالي، ولا كيقول لك 6000 ريال الحصه ما حيتي نشري لها الدواء ولا نعطي الفرملي باش غيداويها. ما زعما ما هادشي تلف ليا العرف ديالها، ما وكنطلب شي واحد يتعاون معايا في هاد الحالة ديالها، الا كان شي محسيني تعاطف معايا هادشي اللي كنطلب. بنتي باقا صغيرة وتكرفصات زعما ماشي ما تكرفصاتش، كانت كتعاوني مسكينة كتمشي للمخبزة كتعاون كدير السونتر ديال باتيسري وكتدبر عليكم وكتعاوني زعما ماشي باقي خواتها الصغار كيقراو، يعني واخا هي باقا صغيرة كتعاون. هادشي اللي كاين اخويا هادشي اللي غادي نقول لك. انا كناشد الشعب المغربي كامل يسالني في هاد الدري هادي، لان هاد السبيطار هذا تكرفص عليها ومحنها على اساس انها دخلت باش تعالج وخرجت مكرفصه. هذا ماشي الطب عندنا في المغرب يتعامل مع المرضى بحال ما هكا، خاصو يداويهم ماشي يكرفصهم ويلوحهم. وكنطلب من صاحب الجلاله يوقف معنا في هاد هاد المحنة اللي حنا فيها، وحنا واحد الناس بساط ماشي حنا ماشي من داك الناس اللي عندهم الفلوس غيديو ولادهم للكلينيك وغيوقفوا معاهم وغادي. حنا بساط يلا كنضاروا مع طرف ديال الخبز نهار بنهار، نهار تجيب نهار ما تجيبش. وملي وقع لنا هذا المشكل في هذا الشهر المبارك ديال رمضان تحطمنا بزاف. طرات لي في الاول ديال رمضان، نهار الاول ديال رمضان وقع هذا المشكل هذا على اساس حادثه. يعني اي واحد كتوقع ليه شي حادثه كيدخل كيتعالج كيخرج، اما هذه فازت الحادثه اللي هي انه وقع لها اهمال في السبيطار وما داوهاش فيها وتكرفصوا عليها في الانعاش، خلوها توقع لها داك المشكل في المؤخره ديالها ان خماجته وكيلوحوها من كيعطيوها دوك المهدئات ان باش ما تتالمش وكتنعس بزاف، فهمتي؟ لدرجة أن تا خرج داكشي على السيطرة، عباش قال لك أودي حقا هاد الدرية خاصة تعالج في الدار، الدواء بداكشي ديال البومادة ودوك المسائل تيرجع لها الجرح عباش نجيو نديرو لها العملية للحوض.
ولكن داك الشيء ما نفعش. جينا على الدار ولقينا معاه مشكل كبير، انه داك هذاك الجرح ماشي ديال الدار، هذاك الجرح ديال السبيطار، انها تبقى تما تعالج حتى تبرق، عا باش يديروا العمليه تما ماشي هنا في الدار. هنا ما كاين حتى حاجه، ما كاين لا غير المواد، غير المواد ديال الفرماسيين غاليين بزاف كما قالت الام ديالها، يعني فوق 130 درهم في النهار، وانت ما كتصور حتى 600 في النهار. كيفاش غادي تقدر توفر لها الدواء وتوفر لها الفرملي وتوفر لها الجو فين غادي تداوى فيه؟ ما يمكنش. هاد الدريه هادي كنشوفوا فيها انها غادي تضيع، يعني هذا الاخر ديالها، ان محال مازال واش غادي غادي تعيش حياه ديالها طبيعيه. كنطلب من المسؤولين الكبار اللي هم اصلا كيراقبوا هذه المسائل ديال الصحه، انهم يقوموا بالواجب ديالهم، كما كياخذوا داك الاجر ديالهم خاصهم ياخذوه على اساس انه اجر حلال، ما ياخذوش اجر غير هكاك. خاصهم يراقبوا شغلهم ويشوفوا دوك الطب ويشوفوا دوك السبيطارات ويقوموا بهم، كما قال سيدنا الله ينصرو، ان الصحه هي من الاولويات ديال المواطنين، وحنا ما شلنا والو من هذا الشيء، والو غير الهضره في هضره في هضره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.